أدلة جديدة على أن العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس ويبتعد عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع مع حلول عام 2030، عززها تقرير أممي جديد حذرت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من أن الهدف المتمثل في القضاء على الجوع بات بعيداً. ففي تقرير مشترك مع الصندوق الدولي للتنمية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أوضحت منظمة الفاو أن نحو 828 مليون شخص حول العالم تأثروا بالجوع في العام 2021، أي نحو 9.8% من سكان العالم. ووفق التقرير فإنه لا يزال من المتوقع أن يعاني نحو 670 مليون شخص من الجوع بحلول نهاية العقد. المدير العام للفاو شو دونيو أشار إلى أن المنظمة تلتزم بمواصلة العمل مع البلدان منخفضة الدخل لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة عبر أنظمة الأغذية الزراعية. إلى ذلك أعربت المنظمات الدولية عن قلقها من اشتداد العوامل الرئيسية المؤدية إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وقالت إن المسألة لا تتعلق فيما إذا كانت هذه التحديات ستستمر في الحدوث، ولكن في كيفية اتخاذ تدابير لتعزيز الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية. يذكر أن نحو 2.3 مليار شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو المتوسط في العام 2021، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الغذاء الكافي أو عانوا في سبيل ذلك خلال فترات معينة.